زي ما قلت لحضراتكم النهارده طبعا النادي الاهلي هيقابل طلائع الجيش الساعه 8 طبعا في ختام منافسات بطوله الدوري الممتاز، والمقرر طبعا زي ما قلت لحضراتكم انها تكون النهارده الساعه 8. الاهلي هيدخل المباراه دي طبعا باريحيه كبيره بعد ما حسم لقب الدوري. الجهاز الفني طبعا للنادي الاهلي بقياده بيتسو موسيماني الجنوب افريقي بيسعى ان هو يمنح فرصة لأكتر من لاعب في اللقاء ده، خاصة اللي راجعين من الإصابة لعودتهم طبعا للمشاركة في المباريات تدريجيا. يمكن لجنة الحكام كانت أسندت المباراة لأمين عمر حكم الساحة، وأسامة عبد اللطيف مساعد أول، وتامر سمير مساعد تاني، وعمر عبد الفتاح حكم رابع، وعمر الشناوي حكم فيديو، ومحمود ناجي مساعد حكم فيديو. طبعا ده أتوبيس النادي الأهلي أو الباص طبعا في الطريق لملعب المباراة، وبنتمنى كل التوفيق طبعا للنادي الأهلي في مباراة النهاردة. يمكن المباراة مش محتاجين منها يعني خلاص احنا لا محتاجين 3 نقط، احنا حاسمين الدوري من بدري، ولكن محتاجين برضو عشان تبقى الفرحة فرحتين، فرحة طبعا الممر الشرفي وتسليم درع الدوري للنادي الأهلي، محتاجين ان احنا نشوف طبعا أداء كويس من الفريق، محتاجين نشوف لو موسيماني هيدفع طبعا بلعيبة ناشئين يمكن يكونوا تكون المباراة مولد نجوم جديدة للنادي الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم من الفريق الأول اختتم تدريباته امبارح على ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وده استعدادا للقاء الجيش اللي هيكون على ملعب استاد الأهلي بعد موافقة طلائع الجيش من نقل المباراة بناء على طلب مسؤولي القلعة الحمراء. وزي ما قلت لحضراتكم أكيد لفتة حلوة جدا ومهمة جدا من نادي طلائع الجيش أن يكون طبعا المباراة على ملعب النادي الأهلي بدل من ملعب طلائع الجيش، وده حاجة مواقف زي ما قلنا متعودين عليها من فريق كبير زي طلائع الجيش.